في فيديو اليوم رح أفرجيكم كيف تستعملوا هاي الألف باليت. هاي السانسيت باليت فيها ألوان زهري وذهبي وكتير سهل استخدامها. يلا نبلش. أهلا وسهلا فيكم، أتمنى يكونوا فيديوهات القناة عاجبينكم. يا ريت تعملوا لايك للفيديو إذا حبيتوا، ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد. أول خطوة بمكياج العيون هي البرايمر. البرايمر بيساعد الآي شادو يضل لفترة أطول لأنه بيعطيه إشي يثبت عليه. تقدر تستعملي أي برايمر بدك إياه، مش بس أربن ديكي، وبتقدر تستعملي برايمر من ألف كمان إذا بدك. بالنسبة للفراشي رح تحتاجي فرشايتين، فرشاة تطبيق وفرشاة دمج. أول شي رح ندمج لون الأساس على كامل الجفن. هذا الشي رح يثبت البرايمر ورح يعطينا بيس حلو نشتغل عليه. أخذ هذا اللون المات من الباليت وأدمج لبرا وجوا على كسرة العين بحركات دائرية. حاولوا ما تطلعوا كتير لفوق لحد عظمة الحاجب. في حالة طلعتوا تأكدوا إنه اللون على الفرشاة يكون كتير خفيف. تركيز اللون لازم دايما يكون على كسرة العين. بعد هيك رح أخذ اللون الأغمق، رح أستعمل نفس الفرشاة، رح أدمج اللون على المنطقة الخارجية وعلى كسرة العين كمان. هذا اللون رح يعطي عمق لللوك. ورح أخذ خليط بين اللونين الذهبي والزهري ورح أدمجهم على الجفن. هذا الشيء أخذ وقت كتير طويل لأنه الألوان خفيفة شوي، فخدي هذا الإشي بعين الاعتبار وأنت بتستعملي هاي الباليت. هاي الباليت غلبتني شوي بس اللوك النهائي طلع كتير حلو صراحة، وخصوصا في الواقع. بحب تحكولي شو أسماء باليتس بتحبوا تستعملوها وتتركولي بالتعليقات. ما تنسوا تعملولي لايك وشير للفيديو بليز. شكرا. إذا حبيتوا الفيديو بنصحكم تحضروا هاد أو هاد كمان.